فكرة عروض الأزياء منذ الطفولة، لكن كان هناك عائق أنه ممكن طفلة في المدارس المتوسطة أو الإعدادية تعمل عرض أزياء. عرض الأزياء كان صعب جدا في الفترات السابقة، حروب وجيش وقتال واضطهاد، فلذلك ما كانت الفكرة مختمرة لدي. عدة أماكن ذي قار وباقي المحافظات تحتضن مثل هكذا طاقات، خصوصا ذي قار. ذي قار تدعم هكذا موضوع، بحيث من أريد أطلب قاعة لعرض الأزياء الكل يقدم لي القاعات والأماكن والساحات. ممكن أي قاعة أريد أخذها لعرض الأزياء ما عندهم أي مانع. كانت مساعدة من العنصر ذي قاري. ذي قار أم الثقافة، ذي قار أم الفن، لذلك تنبهر بعرض الأزياء وتدعم هذا العرض وتتمنى أنه تقدم عروض من عدة شخصيات. أنا لا أستحل ساحة عرض الأزياء فقط في ذي قار، عندي عروض أزياء خارج المحافظات، لكن ذي قار تحتاج إلى مصممات أزياء أخرى. أتمنى من شاباتنا اللي عندهم أي طاقة أو أي عمل فني لعرض الأزياء ممكن يقدمون هذا العرض، وأنا من الداعمين لهم. تصاميم الأزياء تركيزها يكون على التراث القديم، يندمج بالحضارة الحديثة. الستايل الحديث ممكن نلقاه بالسوق، ممكن معروض بسعر بخس بالبضاعة التركية أو البضاعة المحلية، لكن التراث حين يمزج بالحداثة يكون فد شيء واو، شيء جميل ممكن ترغب الناس اللي تقتني الفنون. بالعكس، ما ألاحظ أنه شخصيات معينة تقتني هاي الأشياء، كل الشخصيات من طالبات جامعيات إلى فتيات بالمدارس إلى عنصر محلي، حتى الرجال أحياناً ينتقون كهدايا إلى نسائهم. الإقبال رائع جداً من كل الشرائح، قلت لك شرائح الشابات، شرائح وسط العمر، كبيرة السن، كل حتى الرجال تقتني الأزياء النسائية، ممكن تأخذها هدايا، ممكن تقتنيها للحفلات اللي تكون لبس بيها مميز. صراحة كنت خائفة في بادئ الأمر أنه لا أحصل على عارضات أزياء من ذي قار، لكن حين أعلنت لأول مرة باحتياج إلى عارضة أزياء كانت المتقدمات كثيرات، بدليل أنه وضعت لهم آلية للاختيار حيث الطول والخصر والجسم ولون البشرة، لا اختلاف عليها. ممكن نختار البشرة السمراء، ممكن البيضاء للأزياء، لكن الإقبال كان رائع جدا ومن كل الفئات. يعني الملابس اللي أقتنيها ملابس محتشمة، ممكن تلبسها أي سيدة ذي قارية، ما أشوف بها أي خلاف للأعراف أو للتقاليد في مجتمعنا الذي قاري.